هذه الفقرة نتكلم على قضية بتهم ستات كتير جدا، وابتدى يبقى حديث لبنات ونساء في كل الأوساط، خاصة مع تأخر سن الزواج. تجميد البويضات، ابتدينا نسمع كتير عن عمليات تجميد البويضات، الحقيقة اتكلمنا فيها من سنين طويلة، لكن أنا ابتديت أحس إنها موجودة في المجتمعات اللي حواليا، في عدد من الصديقات، في بنات أصحابي اللي هم مثلا ممكن يكون ابتدى يتأخر بيهم السن، ابتدوا يخشوا في نص الثلاثينات كده والبنت ما اتجوزتش، فهي بتبقى قلقانه تدب اي جوازه وتاخد اي جوازه وخلاص عشان تخلف، ولا ابتدى يبقى في كلام لا طيب ما انت ممكن تجمدي بويضات كوثيقه تامين للانجاب في الوقت اللي يعني ربنا يسمح لك فيه بذلك، او الوقت اللي انت بتتزوجي فيه ويصبح الوضع يعني سليم ويكون اخترتي الاختيار السليم دون ان يكون هناك ضغط ان انا عايزه اتجوز دلوقتي عشان الحق اخلف. بنسمع عن نجمات، يعني انا اتكلمت مع امينه خليل وقالت لي مره ايوه ما عنديش مانع، يمكن لسه ما فكرتش بس ما عنديش مانع في مرحله معينه اجمد بويضات. اروى جوده ايضا قالت لا انا برضو ما عنديش مانع ان انا افكر في هذا الامر في وقت معين، لو حسيت ان انا ما عنديش زيجة انا راضية عنها لا هجمد بويضات. شيرين كانت بتقول في مكالمتها مع نضال الاحمدية انه انا فكرت اجمد بويضات لكن كان حسام حبيب عايز يجمدها بالاجنة بتاعته وهي ما كانتش عايزة تخلف منه مثلا. اذا هي قصة مطروحة واحنا عندنا مجموعة اسئلة، يعني ايه تجميد البويضات؟ أنه سن هو السن الملائم لتجميد البويضات؟ نفسيا بيأثر على البنت؟ هل ده قرار سهل تاخده البنت؟ طب هو البنت ممكن تجمد بويضات ولا لازم يعني الفتاة البكر تستطيع أنها تعمل هذه العملية ولا لازم تكون تزوجت؟ كل دي أسئلة مهمة هنحاول أن احنا نجاوب عليها، وهتكون معانا حالات سجلنا معاها تحكي برضو قصتها. معنا في الاستوديو الدكتورة منى أبو الغار أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، واستشاري العقم وأطفال الأنابيب بالمركز المصري لأطفال الأنابيب، والدكتور محمد نصر الدين أستاذ الطب النفسي بكلية الطب قصر العيني. وهنتكلم ليه الطب النفسي موجود معانا، لكن دكتورة منى اسمحي لي أول أسألك، نرجع تاني نقول للناس ما هو تجميد البويضات؟ تجميد البويضات هي فرصة للسيدة أو الآنسة اللي ظروفها حاليا لا تسمح أن هي تنجب أنها تحتفظ بخصوبتها، فبتجمد البويضات في معمل في مركز أطفال أنابيب، تحتفظ بيهم تقدر تستخدمهم في وقت يكون الظروف سمح. وده طبعا في أسباب طبية وفي أسباب اجتماعية. أسباب طبية لو هي عندها أي مشكلة مرضية هتاخد علاج زي العلاج الكيماوي أو الإشعاع، معروف أن العلاجات دي بتأثر على نسيج المبيض، عملت عمليات قبل كده مبيض واحد مش سليم في مشكلة فهي قلقانة على المبيض التاني، في تاريخ مرضي في الأسرة ان الدورة بتنقطع بدري ف ممكن هي كمان تكون هتتعرض لنفس القصة، أو أمور اجتماعية إن هي يعني في الظروف لا تسمح إنها تتزوج دلوقتي أو إنها تكون أسرة دلوقتي أو مشغولة بشغلها أو بدراستها فهي قلقانة، لأن إحنا عارفين طبعاً الخصوبة مرتبطة بالسن، يعني خصوبة السيدة مرتبطة بسنها أساساً، فبتخوض تجربة التنشيط وسحب البويضات، والبويضات دي بتجمد كبويضات لاستخدامها لاحقاً لما هي تلاقي إن الوقت مناسب ليها. يعني دكتور محمد أنا سألت ليه يكون معانا طب نفسي، هل بتمر المرأة بحالات نفسية بمشاكل نفسية حين أو بضغط نفسي أسري بضغط نفسي مجتمعي في حال تجميد البويضات؟ أكيد طبعا حضرتك النواحي النفسية بتاعت المرأة متأثرة بالثقافات بتاعت المجتمع، و الموضوع تجميد البويضات ده ليه علاقة برضو بالقناعات الدينية كثقافة، فمن ضمن القناعات الدينية تيجي تقوم تقول لها ده قضاء وقدر أو قدر أنت ضمنة طب وليه، فتبتدي بيبقى في مقاومة من الأم لو هي بنت فإنها تتخذ هذا القرار، فتغيير القرارات ده في بعض الأحيان بيبقى فيه قلق، القلق المصاحب بيبقى من الأسرة أو من البنت، ده محتاج تدخل بيبقى لطمأنة البنت والأم إن دي حاجة علمية وما فيهاش أي موانع من النواحي الدينية. فإحنا بنطمئن مش بس البنت، بنطمئن الأم أيضا الأم والأسرة طبعا.
وفي المرحلة الأولى بتاعت اتخاذ القرار بيبقى فيه ممكن القلق ده ممكن يبقى فيه تقييم، لأن ممكن يبقى فيه بعض الاضطرابات النفسية المصاحبة اللي هي تمنع جدية اتخاذ القرار أو سلامة اتخاذ القرار، فممكن يبقى فيها لأ دي غير مناسبة لاتخاذ العملية بتاعت تجميد البويضات. طب ندخل بقى في التفاصيل، السن أنه أفضل سن، وهو الست بيبقى عندها قد إيه بويضات وقد إيه بويضات صالحة وقد إيه بويضات فاسدة، وبنجمد قد إيه؟ نبتدي بالسن، أنه السن المثالي؟ طبعا العشرينات وأوائل الثلاثينات ده طبعا أفضل سن، معروف أن الخصوبة فيه عالية جدا، السيدة لو حاولت تحمل في السن ده طبعا ده أعلى سن الواحد بيخلي فيه، فطبعا كل ما تجمد بدري كل ما ده هيكون أفضل. آخر سن لتجميد البويضات سقف يعني؟ بعد سن الـ40 طبعا بيبقى عدد البويضات وجودتها وقدرتها على أنها تتخصب وينتج عنها أجنة كويسة بتقل جدا. احنا في برامج أطفال الأنابيب اللي هي الأزواج اللي جايين بيسعوا للحمل بعد سن 43 يعني بنقول لهم أن فرص الحمل ضئيلة جدا، فطبعا بيفضل أن يكون بدري عن كده بكتير. يعني كم بنجمد قد ايه يعني؟ كله بيعتمد على استجابتها، احنا طبعا بنقيم الحاله لما بنشوفها اول مره، بنقيمها بشويه تحاليل بسيطه نعرف مخزون المبيض اخباره ايه، وبنقيمها بالموجات فوق الصوتيه، الحاجتين دول بيدوني معلومه المبيض بتاعها لو انا اديت منشطات هيطلع كم بويضه تقريبا، هتبقى استجابتها عامله ازاي، وبحدد لها البروتوكول والجرعات بناء على التقييم ده. طبعا كل ما تطلع اكتر كل ما هيكون افضل، على شرط ان انا بحطه طبعا في اطار انه يبقى امان وما فيش اي مشاكل بالنسبه لها انها تاخد المنشطات. وبنسحب اي بويضات احنا شايفينها قدامنا، وكل البويضات الناضجه بنجمدها وبنقول لها بعد ما نخلص الاجراء انت عندك هذا العدد من البويضات الناضجه. لما بنيجي نفكهم مش شرط كلهم يبقوا صالحين، في حاجات منها زي اي نسيج في الجسم الاجنة برضو لما بجمدها ممكن نسبة بسيطة منها بتتأثر بالتجميد، فمش كله بيبقى صالح ان انا اقدر اخصبه، فهي لذلك كل ما يبقى في عدد اكبر كل ما فرصة ان انا يبقى عندي بويضات اقدر ان انا استخدمها بعد كده بيبقى اكتر. هل مثلا السن الاصغر بنقدر نجمد بويضات اكتر من السن الاكبر؟ في الاغلب لو هي في السن الاصغر مخزونها اعلى غالبا ده بيكون الوضع. يعني كام مثلا تقريبا عدد بويضات؟ يعني لو قدرت ان انا اجمد في المرة الواحدة 10-15 بويضة انا كده بنسبة كبيرة الفرص حلوة وكويسة ان يحصل تخصيب ليهم ويحصل ليهم حمل. طبعا مهم قوي الناس تبقى فاهمة ان انا عشان تستخدم البويضات دي لازم بتيجي بقى بالزوج ويكون في عقد زواج ساري وبتكمل بقى البرنامج بتاع اطفال انابيب، يعني هي وقفت عند مرحله تجميد البويضات لكن بتعمل الجزء الاخير اللي هو فك البويضات وتخصيبها من حيوانات المنويه للزوج وارجاع اجنه متخصبه في الرحم بتاعها. فرصه الحمل هنا بقى بتعتمد هي جمدتهم في اني سن، يعني كل ما كانت اصغر كل ما فرصه ان يحصل حمل بتبقى اعلى لما هتستخدمها. بنجمد البويضات مده ايه المده القصوى لصلاحيه البويضات؟ ما فيش مدة معينة، يعني ممكن يقعدوا سنين لأن احنا تجربتنا في الأجنة المجمدة رجعنا أجنة بعد 12 و14 سنة وإحنا بنجمد أجنة من أواخر الثمانينات فعندنا خبرة جامدة في الحكاية دي، لكن البويضات تقعد ما فيش مشكلة، المهم إن احنا لما نفكهم يبقى في منهم صالح ينفع إن احنا نخصبهم. يعني دكتور بيجي لك ناس، يعني أول سؤال الست بتسأله إيه؟ نفسيا كده اول حاجه بتسالها لك ايه؟ ده حاجه مضمونه، اول حاجه بتبقى عندهم القلق لحسن تتبدل، طب الهرمونات مش هتبهدل، كان دايما في قلق ان العيال تتبدل في الحضانه، فيبقى في اول حاجه ان بويضاتي اكيد في قلق بيبقى موجود جدا، بس التعامل مع مراكز ذات ثقه والطمانينه من الفريق العمل اللي بيقدم الخدمه والعلاقة العلاجية ما بين الدكتور المقدم الخدمة والفريق كله ده بيطمئن ويتخذ القرار. الحاجة اللي بتتسائل الأمهات الهرمونات هتبهدل بنتي ولسه بنت بنوت، ما تاخديش هرمونات، ما تلعبيش في هرموناتك، انت بتعملي حاجة غلط كده ضد قناعات الدينية، لا انت ممكن تاخدي ممكن تكون حاجة حرام ومش ضامنة، وانت ضامنة هتتجوزي وانت ضامنة هتخلفي، البنات بيبقى عندهم الصراع ده، طيب ما احتفظ بالبويضه بتاعتي لما يجي القدر بتاعي او الرزق بتاعي في الجواز يبقى الدنيا صالحه حتى لو اتاخرت، يا اما بتضغط عليها الام انها تتجوز الراجل ده يلا عشان تلحق تجيبي لك عيل وتبقى الجوازه غير موفقه،
والهدف بس انها تخلف العيل وتبقى سنجل مادر في الاخر وما كملتش. هل بيجي لك بنات لوحدهم؟ ايه الاكتر نوعيه الناس اللي بتيجي في تجميد البويضات؟ ابتدى بعد كسر الطقوس والمقاومه بتاعت المجتمع، البنات ممكن تيجي لوحدها وتبقى طالبه تعمل ده، وعلى قناعه انها هتعمل ده علشان ليه فايده، علشان حتى لو اتاخرت في الجواز تنتقي الزوج المناسب اللي تقدر تبقى مستريحه معاه وماتشد معاها، فيبقى وقت الخلفه معاها البويضات السليمه بتاعتها اللي عندها الكفاءه للتخصيب. مش الموافقه المستنيره اللي احنا بنمضيها قدام اي حاجه في اي حاجه هنا في تجميد البويضات دي بتتطلب موافقه اي حد تاني غير البنت نفسها؟ لو هي فوق 21 سنه لا طبعا موافقتها هي كافيه جدا، وزي ما حضرتك قلتي بيبقى في اقرار متوضح فيه كل حاجه، وبنتاكد طبعا من يعني هويتها البطاقه وكده، وده كافي جدا يعني، وبيتشرح لها كل حاجه زي ما الدكتور محمد قال، بحيث انها تبقى فاهمه الاجراء هيمشي ازاي تماما، وبيبقى مكتوب في الاقرار ان البويضات دي بتاعتها هي، ولن يتم التعامل بيهم او عمل بيهم اي حاجه من غير موافقتها او تسليمهم لاي حد غيرها هي. يعني اقل سن بتنزلي فيه في لتجميد البويضات كام يعني؟ احنا الحقيقه جالنا بنات صغيرين علشان ده لاسباب مرضيه، لان كانوا هياخدوا كيماوي او حصل لها عمليه في المبيض التاني فقلقانه، ودول طبعا بيجوا مع الاهل الوالدين يعني. ففي 18 و19 ويعني في سن صغير طبعا يعني، ودول التوقيت فيه مهم قوي ان هم يبداوا القصه دي يفكروا فيها على طول قبل ما تبدا العلاج اللي ممكن ياثر على المبيض ومخزونه وكده. ثانيه واحده بس لازم اقرا البيان ده عاجل. النائب العام يأمر بإحالة المتهم في حادث الشيخ زايد للجنايات. أنا مش عارفة أقرأ اللي في موجود. أمر النائب العام لا ابعتهولي يا جماعة لو سمحتوا، بلاش على الشاشة. طيب معلش هرجع أقرأ. طيب النائب العام أمر السيد المستشار النائب العام بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عما اتهم به من جناية إحراز جوهر الكوكايين المخدر، ده احنا كنا فاكرينه جوهر الحشيش، ده طلع جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ في موت 4 منهم 3 أطفال، طبعا لأنه تحت سن معين تحت سن 18 بيكونوا أطفال، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادة سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة مشار إليها وأخرى مسكرة. فاحنا هنا عندنا كوكايين وعندنا سكر أيضا شرب، والقيادة بقى وقتل خطأ والقيادة المسرعة دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم فصدمها من الخلف مطيحا بها فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم فضلا عن اتهامه بجنح أخرى. يبقى في هنا جنح أخرى. النيابة العامة كانت قد قدمت الدليل قبل المتهم من شهادة 6 شهود منهم 2 رأي الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه وآخر أجرى التحريات حوله والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم فضلا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع الفيديو اللي احنا كنا زعناه عليكم، وما ثبت كذلك من معاينتها لمسرح الجريمة وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي. إذن النائب العام في إحالة سريعة جدا، وبحيي
النائب العام محامي الشعب على هذه الإحالة السريعة. قلت لكم من البداية لا أحد فوق القانون، سواء ابن حد مهم، ابن حد ثري، ابن رجل أعمال، لا أحد فوق القانون، سيحاكم بالعدل وبالقضاء وبالقانون، لأنه تسبب طبقا لإحالة النائب العام تسبب في قتل ثلاثة أربعة منهم ثلاثة أطفال، وأنه أيضا متهم بإحراز جوهر الكوكايين، يعني هو واخد كوكايين وبقصد التعاطي، والتعاطي واخد أيضا مواد مسكرة ويقود تحت تأثير الكوكايين وتحت تأثير السكر سيارة بطريقة مسرعة جدا، ويبقى عنده جرائم بقى التعاطي، الكوكايين، القيادة المسرعة، القتل الخطأ، وهناك جنح أخرى أيضا في هذا في هذه الإحالة، إحالة سريعة من النائب العام إلى محكمة الجنايات للمتهم ب قتل أربعة طلاب في حادث الشيخ زايد. نرجع تاني لي، معلش بس في بعض الأخبار السريعة. طب خلونا نشوف هذه الشهادة من إحدى السيدات التي قامت بتجميد البويضات ونرجع تاني. أنا سني 35، ليا تجربة زواج قبل كده، ف يعني ما حصلش ان انا تطرقت الموضوع ان انا اعرف ايه الصحة الانجابية بالنسبة لي، وانفصلت وقعدت فترة كبيرة يعني ما بفكرش في الموضوع ده، يعني ادم منفصلة فاكيد مش هفكر في الانجاب، يعني لحد ما حصلت لي مشاكل صحية ورحت اعمل تشيك اب يعني عادي برضو ملوش علاقة بالصحة الانجابية، واكتشفت من التحاليل ان انا عندي ضعف مخزون، ومن هنا ابتديت افكر في تجميد البويضات. طبعا تجميد البويضات بياخد اجراءات وتحضير واكل صحي وفيتامينز ومش عارفه ايه، ففي الفتره دي حصل النصيب وقابلت زوجي واتخطبت وعرفت بقى من الدكاتره ان انا حتى الحمل الطبيعي مش هيقدر، يعني مش هينفع، فلازم اعمل IVF. المجتمع يعني شويه لازم يتقبل الموضوع ده، لان يعني في بنات كتير جدا انسات وما بيكونش لسه سنهم يعني معاهم وقت كبير لموضوع الانجاب، وفي نفس الوقت هم نصيبهم لسه ما جاش، طب هيعملوا ايه؟ عندنا فرصة للبنات دي ان هم ربنا يرزقهم ببيبي، بس المجتمع يتقبل الفكرة دي، الاهل يدعموهم يقولوا لهم ليه لا. دكتور، دي قصة مهمة، لانه هي كانت متزوجة وانفصلت وبعدين اكتشفت بالصدفة انها عندها مشاكل قد تعيقها من الانجاب الطبيعي، وبالتالي هنا بقى فكره برضو تقبل المجتمع لده وتقبل الزوج اللي جاي يتجوزها ان هي ده هي مجمده بويضات. هنا بقى موقف الراجل بيبقى ايه؟ الراجل لو متفهم هيتقبل ده، بس لو هو شخصيته فيها ديفوهات وفيها مشاكل هيبقى متشكك، وعملتي كده ليه وهيتهمها، وانتي ليه كنت بتعملي ده قبل كده، وكان ايه علاقتك باللي قبليه، هتبقى فيها مشكله او يجيب بويضاتك ولا لا، والكلام ده كله ممكن طبعا يبقى فيها وفيها مشاكل كبيره. فبتعتمد على التركيبه الشخصيه بتاعه الزوج ومدى تفهمه ومدى علاقته بيها. الإجراءات بقى يا دكتورة، أولا بتاخد قد إيه؟ ولو الإجراء للفتاة البكر غير الإجراء أو للأنسة غير الإجراء للمتزوجة، إزاي بيفرق والإجراءات عبارة عن إيه؟ بنقيمها الأول، بتجيلنا وبناخد منها التاريخ مرضي ونطمن إن مفيش أي مشاكل أخرى، وبنطمن على مخزون المبيض بالهرمون وبالموجات الصوتية، وبنبدأ حقن تنشيط هرمونات مع بداية الدورة، وبتحتاج إنها تاخد الحقن دي غالباً 12-14 يوم، أسبوعين تقريباً. في الفترة دي إحنا بنتابع التبويض بالموجات الصوتية، بنقيس حجم البويضة يوم أو يوم لأ لحد ما البويضات توصل للحجم اللي إحنا عايزينه، وبيتم الإجراء في أوضة العمليات بمخدر خفيف، احنا بنسميه اجراء لانها مش عمليه، يعني بنج كلي بنج كلي بس بنج اللي هو يعني حاجه
بسيطة وخفيفة بتفوق على طول، ما هوش زي العمليات الكبيرة. لو هي متزوجة بيتم سحب البويضات زي ما بنعمل في أي برنامج أطفال أنابيب، لكن لو هي غير متزوجة بيتم سحب البويضات عن طريق البطن، من البطن، من البطن، وبرده بدون جرح، بدون خياطة، بإبرة بتخش جوه كل حويصلة تسحب السائل اللي جواه البويضة. فدي برده نقطة كل الأنسات بيقلقوا منها جدا وكل الأمهات بيقلقوا منها جدا على البنت إنها غير متزوجة. طبعا احنا متفاهمين ده تماما، وعشان كده احنا بنعمل الإجراء بالطريقة دي، وهو إجراء بيتم عن طريق الموجات الصوتية، والأطباء طبعا بيبقى عندهم خبرة فبيبقى بشكل آمن، يعني مفيش مشكلة. نسبة البنات للسيدات، يعني هل دلوقتي البنات أكتر مقبلين على هذا الإجراء من السيدات ولا العكس؟ البنات طبعا أكتر، اللي هم يعني لم يسبق لهم الزواج أو يعني لسه ما فيش مشاريع زواج، هم دول اللي أكتر بيجوا وبيبقوا قلقانين وبيسألوا. والحقيقة في مواقف كتير بتبقى الأم موجودة معاها، لأنه ببقى حاسة أن الأم بتحاول تسند بنتها، حاسة أن بنتها يعني قلقانة ومتضايقة أنها متأخرة في الزواج، فبتبقى عايزة تطمنها وتعمل معاها أي إجراء. وعايزة أقول برضو حاجة إيجابية للأزواج، يعني إحنا عندنا حالة ناجحة يعني جمدت بويضاتها وهي آنسة، وبعديها بسنتين تزوجت، والحقيقة الزوج كان معاها وكان متفهم جدا، وما شاء الله الحمد لله ربنا رزقهم ببنوتة في أغسطس اللي فات. فده مثال للأزواج المتفهمين اللي ما عندهمش. هل كتير الأزواج المتفهمين دول بيكتروا ولا بصراحة ما بتلاقيهم؟ لا، موجودين كتير، موجودين يعني مع زيادة الوعي والموضوع الطقوس أو التابوهات اللي كانت موجودة ابتدى التقبل للفكرة بقى أكتر كتير قوي. الجيل الأصغر هو الأكثر إقبالاً على هذه العمليات، طبعاً طبعاً. لكن الجيل الأكبر بقى اللي مثلاً ممكن تكون حد برضو مثلاً تعرض لمرض، أو حد أكبر شوية مثلاً دخل في الأربعينات وابتدت تقلق، هل يعني بيجوا وبيستشيرونا وإحنا بنقول لهم حقيقة الأمر؟ يعني بعد ما بقايم بقول لها أتوقع أن أنت طلعي هذا العدد من البويضات، وممكن أقول لهم لو هي مصممة جداً وأنا يعني حقيقي عايزة أديها، عايزة أساعدها وعايزة أديها أمل، بقول لها ممكن نعمل المحاولة أكتر من مرة. يعني لو إحنا في كل مرة هنطلع 3-4 بويضات، تعالي نعملها مرتين وثلاثة، فيبقى عندك في الآخر مثلا عدد كويس من البويضات، يعني يقربنا شوية لفرصة حمل معقولة. بس هي فرصة الحمل مرتبطة بسنها ساعة ما جمدتهم، لكن طبعا ما يعني بنحاول إحنا نساعدهم ونديهم أي هل دي فرصة. عملية مكلفة؟ الحقيقة لا، لما بنقارنها بالتكاليف برامج أطفال الأنابيب برا مصر وكده، طبعا مصر في المجال يعني ده يعني ألافات مثلا ولا إيه؟ زي إجراء برنامج أطفال أنابيب زائد تكلفة تجميد البويضات. فالحقيقة لا، هي مش تكلفة عالية لو احنا فكرنا قد ايه احنا بنصرف حاجات تانية بنعملها في حياتنا، يعني بنصرف في عمليات زي عملية التكميم، بنصرف في عمليات في حاجات تجميل، فدي حاجة الحقيقة تستحق جدا، لانه العلم حاجة جميلة قوي، والعلم دلوقتي تقدم قوي ان احنا نقدر نعمل ده. زي ما في ناس بياخدوا عينة دم من البيبي وهو مولود اللي هو كورد بلاد بانكينج، وهيجمدوها سنين طويلة، وبنقول لهم ان في المستقبل يجوز دول يبقوا مصدر للخلايا الجذعية، البيبي بتاعكم يقدر يستفيد منهم. فدي حاجة برضو يعني توري قد ايه العلم ده حاجة جميلة. يعني بننصح بقى يعني ده اي دكتور امراض نساء نروح له ولا دكاترة معينين؟ لا، اللي بيشتغلوا في اطفال مراكز معينة، مراكز محددة طبعا. ال- 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 الست بقى بتاخد في النهاية زي ريسيت أو حاجة تقول لي إن هنا بويضاتي هنا في هذا المكان، طبعا وثيقة رسمية طبعاً هي كل حاجة لازم تبقى رسمية جدا ودقيقة جدا، لأنه إحنا بنشتغل في حاجات دقيقة قوي. فطبعا هي بيبقى ليها رقم ملف وليها يعني فايل نمبر معروف إن بويضاتها متجمدة بالرقم ده، وليها ملف حاطة فيه الإقرار بتاعها وحاطة بطاقتها وكل كل الإجراءات. ولما مثلا بتيجي متزوجة لازم بتيجي بتورينا قسمة الزواج، ان ده زواج حالي شغال، وان ده الزوج، وكل يعني الحاجات دي مهمة جدا ودقيقة جدا، لان ده اللي بيتبني عليه الثقة للمكان. يعني وما فيش حد بياخد بويضات التاني اكيد، يعني ما فيش لخبطة، ما فيش حد شمال يمين الممرضة جابت البويضات دي خدتها من المكان ده، في وسائل قلق الناس. في وسائل في اي معمل اطفال انابيب، في اي مركز يعني له خبرة وله
هيستوري للكواليتي كنترول، ازاي ان انا ابقى في كل خطوه بتعامل مع انسجه بويضات حيوانات منويه اجنه، ازاي ان انا اعمل كنترول ان ده بتاع الزوجين وانه انا ما يعني ده اكيد يعني. هل في بويضات باجنه بيتم في مصر تجميدها؟ ما هو احنا في برنامج اطفال الانابيب احنا يعني بنرجع للسيده اللي داخله في برنامج اطفال انابيب اجنه، وممكن يبقى عندها فائض من الاجنه، مش هرجع اي عدد، برجع عدد على حسب سنها 2-3 اجنه، واي اجنه اكتر من كده انا ممكن اجمدها بنفس التقنيه اللي انا بجمد بيها البويضات، ودي تقنيه حريك موجوده بقالها سنين وكل مراكز اطفال انابيب. لا قصدي يعني مثلا هي البويضه بتلقح بالحيوان المنوي بتاع الزوج للرجل او للزوج، فهل ممكن احنا هنا نجمدها كده مثلا، نجمدها ملقحه ولا ما دام ممكن لو في زوج طبعا، لكن في زوج احنا مثلا في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها دي سيده او انسه غير متزوجه فعايزه تجمد بويضاتها، لكن طبعا ممكن لو في زوج ولاي سبب مش قادرين يرجعوا الاجنه دلوقتي او مش قادرين يحصل حمل دلوقتي طبعا يجمدوا كاجنه ويبقوا برضو في المعمل والوقت اللي يناسبهم يرجعوا، بس برضو لازم يكونوا او ما يرجعوش او مثلا يقولوا لا مش عايزينها طبعا، بس دي حاجه بتاعتهم ولا لا يتم التصرف فيها الا بعد الرجوع ليهم. وبعد كده بيتم حقن هذه، يعني ترجع الست او البنت تاخد البويضه بتاعت تلقح بالسائل المنوي ويتم بقى حقنها ارجاع اجنه متخصبه في الرحم، ارجاع اجنه متخصبه ده طبعا بعد ما تقرر ان هي عايزه تفك البويضات دي، وطبعا لازم تكون تزوجت ويكون في عقد زواج ساري وقت ده. وقلنا كام سنه ممكن نحتفظ تقعد سنين، يعني احنا بنقول 5 سنين، لكن طبعا احنا عندنا اجنه مجمده 12 14 سنه رجعوا اجنه وحصل حمل، فتقعد سنين مفيش مشكله يعني، وبيبان يعني لو بنت عندها 25 سنه مثلا ممكن تحتفظ بيها لحد 30 35 واكتر. ممكن تحتفظ بيها اكتر ولا تضطر تعمل تاني؟ خدي بال حضرتك نسبه نجاحها مرتبطه بسنها لما جمدت، فطبعا لو هي كانت صغيره لما جمدت يبقى فرصها حلوه. الحاجه الثانيه المهمه قوي لما اجي ارجع الاجنه للسيده برضو لازم حالتها هي الصحيه تبقى كويسه، فطبعا لو هي مثلا عندها 50 سنه يعني برضو لازم انا يعني انا كطبيبه امراض نساء لازم ابقى اراعي الامان وسلام الحمل اللي هيحصل، فلازم برضو يبقى في مناقشه اضرار او مشاكل الحمل اللي ممكن تحصل في السن ده. مش يعني اي وقت يعني تقرري ترجعي البويضات بالاجنه في 50 60 سنه؟ لا يا جماعه مش في نقطه مهمه برضو ان الاجنه البويضه ما بتتخزن نسبه بدري في السن الصغير، نسبه الاطفال الداون بتبقى قليله حتى لو رجعت في سن اكبر، بس البويضه متخزه في سن صغير فالنسبه بتبقى اقل بكتير. طب خلينا نشوف ايضا شهاده اخرى لاحدى السيدات ايضا قامت بتجميد البويضات. بداية التجربة معايا أنا في تجميد البويضات كانت من حوالي 8-9 سنين، وكانت بناء على نصيحة دكتورتي بأن أنا أجمد البويضات. سبب التجميد بالنسبة لي أنا كان اجتماعي أكتر منه طبي، ولأن كان في سبب طبي بس السبب الاجتماعي كان أهم. أهم سبب طبعا أن السن، طبعا السن لما بيبقى في فترة معينة خلاص الست ما بتقدرش ان هي يبقى الحمل بالنسبه لها سهل، فتجميد البويضات ده كان حل ان هو بالنسبه لي مبقاش مرغمه او مجبره ان انا ابقى لازم بسرعه اخد قرار اتجوز او ان انا اتجوز اي حد مش مناسب لمجرد ان انا مثلا الحق اخلف، ويبقى ساعتها يعني الاختيار مش حاجه كويسه ان انا اخد اي حد وخلاص او ان انا ابقى بتجوز عشان اجيب طفل وخلاص. فانا لما جمدت البويضات ما كانش هدفي بس لمجرد ان انا ارفع الضغط من على نفسي نفسيا واجتماعيا قد ما هو الاخذ بالاسباب نمره واحد، وفي نفس الوقت ان هو ما تبقاش الدنيا مقفوله قوي على الست بالضغط الشديد قوي في كل حاجه. عندي والدتي ربنا يكرمها يا رب ويديها الصحه، لا شجعتني كمان يعني وافقت على الموضوع، ومش هقول شجعتني بس كانت يعني حست بعدها ان هي يعني ايه يعني خلاص بقى اتجوزي براحتك يعني.
اظن انها حاجه مهمه جدا، اتجوزي براحتك، وكمان مهمه بالنسبه ل يعني من لا قدر الله اصيب بمرض او اصيبت بمرض، فالافضل انها تجمد البويضات حتى يكون عندها طبعًا فرصه ثانيه. دكتور، هل برضو دايما تاخير الحمل في بعد الزواج بيبقى مشكله؟ يعني ممكن طبعًا يحدث مشاكل كمان طبعًا بين الازواج. هنا بقى الاي في اف وتجميد البويضات ممكن يساعد، بيحل كتير وبيوفر، يخفف الضغط بالظبط، وبيوفر مصاريف ممكن تبقى تكلفه للبحث عن اسباب عدم الخلفه والحاجات، فانا محتفظه بيها وبتساعدني ان انا احمل. بنأهل البنت نفسيا ازاي بقى او السيده؟ اول حاجه، اكتر حاجه بنشوفها القلق. القلق لازم يبقى تبقى ريأشور، تطمن ان الاجراءات دي كلها سليمه، والافكار اللي هي ممكن تهاجمها ان ده مش هتحمل او البويضه هتتغير او انت بتعملي حاجه غلط، كل الحاجات دي مع الطمأنينة بتاعتها بتبتدي تهدى الأفكار دي. نمرة واحد ده التحضير. نمرة اتنين ان بعض الأعراض ممكن في مرحلة التحضير بتبقى مشابهة لأعراض الست في قبل الدورة، فبتبقى عصبية، متوترة، مشدودة نتيجة الهرمونات اللي بتاخدها، فده برضو بيحتاج تدخل عشان تؤهل وتبقى شايفة انها داخلة على حاجة حلوة وكويسة. الحاجة التانية بقى، في برضو بعضهم بيدخلوا في فكرة ممكن تبقى ملحة عليها، يا ترى بعد ما هحقن البويضة تاني بعد التخصيب هتحمل ولا لأ، فممكن يبقى عندها بعض الوساوس أو الأفكار المتكررة اللي بتقلقها، فدي بيتم التدخل بالنسبة لها. وكمان بيقلقوا الستات برضو من أسئلة كتيرة جات لنا، طب أنا لما هجمد البويضة مش كان أحسن إنها كانت تبقى جوايا علشان ممكن ده يصيب الطفل بأمراض؟ يعني هل البويضة المجمدة أفضل ولا البويضة وهي جوه الست أفضل؟ هو طبعا الطبيعي دايما افضل، لكن احنا في الظرف ده هي مش قادره تستنى الطبيعي، او في مشكله في ان انا، او ممكن هيحصل لي مشكله لو ما عملتش كده، زي الانسات اللي هياخدوا كيماوي او كده. تجميد البويضه في حد ذاته مش هيصيب البويضه بامراض. هي البويضه حامله للماده الوراثيه منها، وبرده زي ما الدكتور محمد قال مرتبطه بسنها، فطبعا مشاكل الجنين اللي هيتكون بتبقى اعلى كل ما السن بيبقى اعلى. لكن احنا لما بتحمل، لو حصل ان شاء الله حمل، احنا عندنا وسائل كتير اثناء الحمل ان احنا نطمنها، واحنا نطمن ان الجنين ده سليم من ناحيه العيوب الكروموزومات او عيوب الخلقيه. فتجميد في حد ذاته مش هيخلي يجي امراض في الجنين اللي متكون. التجميد لو نجح ان انا افكهم وكانوا صالحين، يبقى دول بنفس الكفاءه او نفس الجوده لو كانت فريش يعني. طب رسالة بقى لكل النساء اللي بيتفرجوا علينا والرجال أيضا، لأنه طبعًا برضو طبعًا دي قضية حاجة مهمة قوي للكابل. يعني أنا بعمل حاجة للعيلة كلها. افرض ظروف حكمت أن الكابل ده، الزوجين دول بيجوزوا متأخر، أو ظروفهم مش قادرين يخلفوا دلوقتي وعايزين يخلفوا، يعني عايزين يبقوا أسرة، يبقى هم أنا بحتفظ بالبويضات بتاعتها عشان تقدر أن هي تخلف في المستقبل. بنصح كل البنات والأنسات والسيدات يركزوا قوي في البيولوجيكال كلوك، في الساعة اللي هي الوقت، علشان الحمد لله العلم دلوقتي تقدم وتقدر انها تلجأ للعلم انه يساعدها لو الظروف بتاعتها مش هتساعدها. بس هي تبقى واخدة بالها من السن، واخدة بالها من التاريخ المرضي بتاعها. هي ممكن يبان في الهيستوري بتاعها انه في مشكلة ما، فتلجأ للطبيب بدري بدل ما تتأخر وتقدر تساعد نفسها. يعني اتمنى تكون الفقرة دي توعوية، يعني قدرت انها تشرح ايه هو تجميد البويضات، اهميته بالنسبة للبنات، بالنسبة للسيدات، بالنسبة لقدر الله لو أصبتي بمرض. أهم حاجة مفيش ضغط مجتمعي خالص، لازم تتجوزي دلوقتي علشان مش هتخلفي. ده أهم حاجة، لأن هو الزواج في الأسرة وفي المجتمع مرتبط بالخلفة، ومش مهم الجوازة، مهم تخلفي العيال. فعلشان كده يعني فكرة تجميد البويضات بتخفف من العبء كثيرا على المرأة. بشكركم شكرا جزيلا. بشكرك دكتورة منى بلغار، بشكرك دكتور محمد نصر الدين. ومرة أخرى ما نروحش لأي دكتور أمراض نساء، لازم الثقة، وما تخافيش بويضاتك مش هتتغير أبدا. نخرج فاصل، وبعد الفاصل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، وحديث عن التشريعات، حديث عن طلبات إحاطة وقضايا أخرى كثيرة.